السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء وبناتي طلاب سينيور 2 علمي. النهاردة هنتكلم في أول حصة من حصص الماث أبليكيشنز. هنتكلم في الاستاتيكس عن يمكن أصعب درس بيواجهكم، اللي هو الدرس بتاع The Equilibrium of a Body Under the Effect of Three Forces Meeting at One Point. الدرس ده عندنا فيه 2 main rules. The first, the triangle of forces. ايه موضوع triangle of forces؟ بصوا على الرسمة. لو عندي triangle ABC وعندي 3 forces F1 F2 F3 acted on the sides of the triangle taken in cyclic order. يعني ايه cyclic order؟ بصوا الاسهم كده التلاتة كلهم بيجروا على بعض، دي اسمها cyclic order. ايه نص triangle of forces؟ قالك the forces are proportional with the side lengths of the triangle. يعني F1 divided by AB equals F2 divided by BC F3 divided by AC. يبقى احنا بنكتب في النوميريتور الفورس وفي الدينوميريتور السايد لينث اللي هي بتأثر فيه. طبعا شرط اساسي عشان استخدم الرول ده لازم يكونوا 3 فورسز ان سايكليك اوردر. الشرط الثاني ان السايد لينثز التلاتة يكون اللينث بتاعهم معلوم. طيب ايه الرول الثاني؟ بنتكلم عن حاجه اسمها لاميز رول. بصوا كده، لو عندي 3 فورسز F1 F2 F3 meeting at one point، لازم الثلاثة طالعين من بوينت واحدة، طالعين من بوينت واحدة. طيب بصوا المنظر كده، قال لك ايه بقى؟ قال لك the forces are proportional with the sine of its opposite angle. بصوا ال F1 over sine theta 1، F2 over sine alpha، F3 over sine beta. طبعا واضح ان احنا عشان ناخد الانجل ناخد sine الانجل included between the other two forces. خلي بالكم الموضوع. طيب شكل السؤال بقى بيجي لنا ازاي؟ صيغه زي اللي موجوده كده نقراها، بيقول لي a smooth sphere of weight 15 نيوتن. بيقول لك is on a smooth vertical wall and suspended by a light string from a point on its surface. The other end of the string is attached to a point on the wall above the point of contact between the wall and the sphere. If the length of the string equals the radius length of the sphere, find the pressure of the wall and the tension of the string. الموضوع موضوع بيتكلم عن سفير. طبعا اساسي في الدرس ان احنا نعرف نرسم السفير ده، هيكون بالتاكيد ليها ويت طالع من السنتر. الويت هنا قايل لي ان هو 15. طيب مالها بقى السفير دي؟ السفير ديت از بليسد اون ا سموث فيرتيكال وول. طبعا في فيرتيكال وول اهو، بمجرد ما السفير دي، بص المنظر كده، مجرد ما السفير تلمس الفيرتيكال وول، الفيرتيكال وول بيرد عليها برياكشن. طب الرياكشن في كل الحالات يا شباب بيبقى بيربنجكولار على البلين، ده كده ايه؟ النورمال رياكشن. طيب ايه اللي حصل؟ اي سفير هتحطها على الحيطه كده وترفع ايدك هتقع. طب الدرس بتاعنا النهارده اسمه ايكوليبروم. طب انا عايز الكره دي تثبت. تثبت ازاي؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك اند سسبندد. يعني ايه سسبندد؟ اتعلقت باي ا لايت سترينج، خيط خفيف، فروم ا بوينت اون ذا سيرفيس. يبقى هيربط بطرف خيط هنا. طب فين الطرف الثاني؟ قال لك the other end of the string is attached to a point on the wall. يبقى في طرف تاني، في طرف هيتربط على السفير من بره والطرف التاني على الول. فين بقى على الول؟ قال لك above يعني فوق the point of contact between the wall and the sphere. يعني دير كده ال point of contact هيبقى فوقيها هنا. بص المنظر كده ايه ده؟ هتقول لي طب السفير ده المفروض ان الخيط ده مربوط على السيرفز ما يخشش لجوه. هقول لك ان هنا هيبقى في تنشن. بص التنشن فين؟ من اول السفير لحد ايه؟ اخر الخيط. ده كده التنشن. طبعا لازم الثري فورسز كلهم ميتنج ات وان بوينت، فيبقى بكمل خط وهمي كده جوه السيركل عشان يبقى الثلاثه كلهم طالعين من بوينت واحده. ده شرط اساسي في الرسمه. طبعا ده كده التنشن. ايه المطلوب بقى؟ عايز البريشر وعايز كمان التنشن. طيب هنحل ازاي؟ طبعا اللينس كده بريديوس واللينس ده بريديوس، تمام. هو قال لك if the length of the string equals the radius، يبقى السترنج ده بص فين ايدي بتشاور، بص الماوس بيشاور فين، ده كده كمان بريديوس. طيب ايه بقى المعلومات اللي موجوده؟ بقى عندك هنا r وده 2 r. ما تنساش ان ده رايت انجل ترانجل، في سايد هنا هاف الهايبوتنس. بص ال r دي وده ال 2 r ده، لما يكون في سايد هاف الهايبوتنس معنى الكلام ده ان هيبقى في انجل فوق بكام؟ ايوه. في ناس هيقول لك طب احنا ممكن نحل كده بايه؟ ترانجل اوف فورسز. اقول لك يلا بص على ترانجل اي بي سي كده، عايزين هو ترانجل اوف فورسز. قلت لك اول شرط للترانجل اوف فورسز لازم الثري فورسز تيكن ان سايكليك اوردر. شايف الويت ده؟ شطبت عليه كده واحطه في الدايركشن بتاع الاي بي اهو.
يبقى كده عملت له ترانسليشن، شلت الويت من هنا حطيته هنا. طب شايف الرياكشن ده؟ ايوه. كنسل الرياكشن ده. طب في انهي دايركشن بقى؟ في البي سي، لازم يبقى نفس الدايركشن. بص السهم كده لازم يبقى في اتجاه السهم. طب بص لي على بقى الدايركشن الثلاثه، بي سي سي اي اي بي، صح كده بقى الثري فورسز اللي عندك ان سايكليك. تمام. ايه اللي حصل بقى كده؟ ممكن اشتغل بايثاغورس. هتقول لي طب ما هنا في تو سايدز ما فيش الثالث. اقول لك سهل، ان احنا ممكن نحسب الثالث. الثالث ده اللي هو بايثاغورس هيبقى سكوير روت 2 ار سكويرد ماينس ار سكويرد، هيطلع ار روت 3. خلاص بقى عندك الثري سايدز. طب يلا نعمل بقى البروبورشنال بتاعنا. كل بقى سايد ادي ال 15 اهي مع سايد لينس اللي هو الاي بي. تمام. الار اللي هي الرياكشن مع سايد لينس اللي هو بي سي، وعندك التنشن مع سايد لينس اللي هو اي سي. تعال نحط الاطوال بقى، مكان الاي بي هنحط الار روت 3، مكان البي سي اهيت هينزل الار، مكان الاي سي هيبقى 2 ار. طبعا واضح ان في كومبليت ريشيو اهي. اعمل كروس هنا، طبعا ممكن تكنسل الار من الثلاثه وتعمل كروس بتاعك، هتقدر تطلع الار وتطلع التي. طيب طريقه سهله، ممكن واحد تاني خد باله ان السايد ده هاف الهايبوتنس، يبقى الانجل دي ب 30، دي ب 90، يبقى دي 60، يبقى اللي جنبها 120، تحت 90، تحت 90، وتشتغل بلامي. طبعا وده حل هيبقى مميز وجميل. بص الحل ده كده، بص المنظر، الانجل دي ب 90، اللي فوق دي 30. هتقول لي جبتها منين تاني؟ هقول لحضرتك اهو، السايد ده هاف الهايبوتنس. طالما في سايد هاف الهايبوتنس يبقى الاوبزيت انجل ب 30. 30 و90 يبقى الثالثه دي بكام؟ ها 60، اللي جنبها يبقى 180 ماينس 60 بقت 120. ما تنسوش ان الاثنين اللي تحت ب 90. تعال نطلع بقى الريشيو. احنا قلنا كل فورس تاخد الانجل بتوين ذا اذر تو فورسز. بص الشكل كده، شايف التي؟ هتاخد الانجل بتوين الار والدبليو اللي هو الويت ده اللي هو 15 بقت ب 90. طيب بص على الثانيه اللي هي مين؟ الار. شايف اللي هو الرياكشن ده؟ هياخد الانجل بتوين التنشن وبين الويت 60 و90 بقت كام؟ 150. يلا بقى عينيكوا الحلوه بقى، اللي فاضل اللي هو ال 15. ال 15 ده هياخد انجل بكام؟ ردوا. الله ينور عليكم، صح كده، سمع الناس بتقول 120. كده بقى عندك كومبليت ريشيو مع التي، مع ديت هتعمل كروس وهتطلع منها التي، الثانيه والثالثه تعمل كروس وهتطلع منها الار. طبعا دي نفس الاجابات بتاعت الحل التاني، طبعا لازم الاجابات تطلع زي بعض. يبقى ممكن اشتغل المساله بترانجل اوف فورسز، ممكن اشتغلها بلاميز رول، ايه الاسهل ليك اشتغل بيه، انت حر. تعال نشوف صيغه ثانيه للسؤال، وسؤال جميل. طبعا بيقول لك a body of weight 100 جرام is suspended by two strings of lengths 30 سنتيمتر and 40 سنتيمتر. The other end of the strings are fixed in two points of distance 50 سنتيمتر. Find the increase of equilibrium, the magnitude of the tension in each string. شباب نقرا بقى بالراحه. البودي ده مدي لك الويت ب 100 suspended by two strings. فين الشكل؟ اهو بص ده البودي، طبعا ده الويت اكيد لازم يبقى دايركتلي داونورد، ده اللي هو 100. الخيط ده متعلق بايه بقى؟ تو سترينجز اهو. هيبقى هنا عندك ايه؟ تي 1 وتي 2. بص الكلام، ادي التي 1 والتي 2. ايه الاطوال بتاعت الخيطين بقى؟ واحد ب 30 وواحد ب 40. قال لك ذا اذر تو اندز اللي هما الخيطين بقى الطرفين بتوعهم الديستنس 50 سنتيمتر. نقف هنا شويه، لاحظتوا ايه؟ 30 و40 والتالته ب 50، يبقى الانجل دي بكام؟ طبعا لازم تاخد بالك منها وبسرعه. بص اول حل، بس دي ليها حلول كتيره هقول لك وانت اختار الانسب ليك. اللي هيبدا يتعامل هنا هيقول لي ايه؟ انا عايز ترانجل اوف فورسز. لا ده انا هشتغل لامي. طب براحتك خالص. بص لو كملت اللي هو الخط الوهمي بتاع الويت هيبقى الانجل دي بثيتا. فين اللي زيها؟ يبقى ايكوال سي، لازم المعلومه دي تبقى عندك. بص الانجل دي الفا، فين اللي زيها؟ اللي هي البي. تمام. هتقول لي طيب انا هشتغل بقى بايه؟ ايوه عندك ثلاث اطوال هما 30 و40 و50، يبقى الانجل بكام؟ ب 90. طيب يلا نحل بقى بايه؟ بلامي. بصوا الكلام، ال 100 ده هياخد الانجل بتوين تي 1 وتي 2 اللي هي سيتا بلس الفا، اللي هي السمشن بتاعهم بكام؟ ب 90. طيب يلا شباب بص على الايه؟ التي 1 شايفينها على الرسمه اهي، ادي التي 1 هياخد الايه؟ الانجل بتوين تي 2 والويت. الانجل دي بص انا ايدي بتشاور فين؟ الجزء اللي فوق ده في ثيتا، يبقى اللي فاضل ده كام؟ 180 ماينس ثيتا. طب التي 2 يلا بعينيكوا كده، فين الاوبزيت انجل؟ اهي الجزء اللي فوق الفا، يبقى اللي تحت بكام؟ صح كده 180 ماينس الفا. طيب معلومات بقى سنه اولى،
ان ال 180 ما بتغيرش، هيفضل ده ساين ثيتا وهيفضل ده ساين الفا. لو كانت 90 هي اللي بتغير. طيب ساين 90 هنا ب1، خلاص ما عنديش مشكلة. بصوا الكلام، خلاص بقت في كومبليت ريشيو. يلا نعمل سيزو، يبقى تي 1 ايكوالز 100 ساين ثيتا. طب فين الساين ثيتا؟ بص في الترانجل الكبير، الساين ده ايكوال اوبزيت اوفر هايبوتنس. الاوبزيت ب40 والهايبوتنس بكام؟ ب50. احسب وطلع الناتج. طب عايز التي 2 هيبقى 100 تايم الساين الفا. طب فين ساين الفا؟ اهي بص الماوس بيشاور فين. الالفا اهي الساين بتاعها اوبزيت اوفر هايبوتنس. الاوبزيت ب30 وهايبوتنس ب50 اهي. طلع الريزلت، خليكم فاكرين بقى الرقمين دول 80 و60. ده حل واحد اشتغل بلامي. طيب ممكن واحد تاني يقول لي لا انا هشتغل بايه بقى؟ بترانجل اوف فورسز. هقول له طب استنى، شرط اساسي للترانجل اوف فورسز ان الثري فورسز يبقى تيكن ان سايكليك اوردر. طب بص الكلام، كملت الخط الوهمي بتاع الويت، قطع هنا في بوينت، رسمت منها ايه؟ ايه اللي اترسم ده؟ بارلل تو تي 2. تعالوا بقى ننقل الفورسز. بص الكلام، ال 100 ده هيتنقل للسايد ده، شايفينه؟ طيب التي 1 في مكانه عادي، طب التي 2 هتتنقل للسايد الاوبزيت ليه اللي هو البارلل. اهو شايف الترانجل الصغير اللي انا بشاور عليه ده؟ شايف الترانجل ده؟ بص على الثلاث اسهم بيجروا الثلاثه ورا بعضهم، تيكن ان سايكليك اوردر. طيب وانت بتحل هنا بقى هتشتغل ازاي؟ انا حطيت لك حروف اهوت عشان تعرف تكتب. خلي بالك بقى الترانجل اي دي اي الصغير ده، ده طبعا ايه ده؟ ترانجل اوف فورسز. طيب خلي بالك ان مفيش ولا سايد هنا معلوم في الثلاثه دول، لكن الترانجل الكبير الثلاثه معلومين. هقول لك ان الترانجل الصغير ده سيميلر للكبير. طيب ايه موضوع السيميلارتي؟ بص انا المفروض اعمل ايه؟ ال 100 دي ديفايدد اي دي، طب التي 1 دي هتبقى ديفايدد مين؟ اي اي اهي. التالتة اللي هي تي 2 هيبقى ديفايدد مين؟ دي اي. حتة بقى اللي دارس سيميلارتي في سنة أولى وفاهم، كل سايد من التلاتة الصغيرين اللي تحت دول عايز لهم واحد من التلاتة بتوع الترانجل الكبير اللي هو الاي بي سي. بص على الرسمة، اي دي في الترانجل الصغير طبعا ده الهيبوتنس اللي في وش ال 90، يبقى مين الكورسبوندنج بتاعه في الكبير؟ بي سي. لازم تعرف المعلومة دي حضرتك، ده شغل ايه سنة أولى. اي اي شايف ده؟ اي اي ده مين الكورسبوندنج ليه في الكبير؟ ها ده اللي بتوين الانجل اي وال 90، يبقى التاني برضه بتوين الانجل اي بي وال 90 اهي، شايفينه؟ هيبقى الكورسبوندنج بتاعه هنا اي بي. طب السايد التالت اللي هو الدي اي مين الكورسبوندنج بتاعه؟ اي سي. طبعا لو مش عارف الموضوع الكورسبوندنج ما انصحكش بالحل ده. خلاص الاطوال التلاته اللي تحت معلومه، حط بقى البي سي والبي اي والاي سي كل واحده باللينس بتاعها. بقى عندك كومبليت ريشيو اهي شايفينها، سيزر مع التانيه هتطلع تي 1، الاولى والثالثه تعمل سيزر تطلع التي 2، طبعا هيطلعوا بنفس الاجابتين بتوع الحل اللي فات 80 و60. ما تحلش بالحل ده الا لو كنت عارف ان السايد ده اللي هو الاي دي كورسبوندنج بتاعه بي سي، السايد اي اي كورسبوندنج بتاعه بي اي، السايد التالت دي اي كورسبوندنج بتاعه اي سي. لو مش عارف الكورسبوندنج سايد ما انصحكش بالحل ده. طب في الحل بتاعي انا بقى، حل رائع رائع جميل. هنبص على الثري سايدز اللي موجودين، هلاقيهم 30 و40 و50، اكيد انجل اي دي ب90. طبعا اللي هياخد باله ان الانجل دي ب90 خلص معاك الكلام في كلمه. ايه بص الثري ريشيوز اللي هكتبهم؟ ايه ده؟ 100 ديفايدد باي بي سي. ايه ده؟ انا بعمل ايه؟ باخد الفورس ديفايدد البربنديكولار عليه. طبعا الويت ده لو كمل لفوق كده هيبقى بربنديكولار على البي سي. طب شاف الفورس اللي هي التي 1 بربنديكولار على اني سايد جوه الترانجل؟ شاف الدي 1 ده اهو، ده بربنديكولار على مين؟ على اي بي اهي. حل رائع. طب التي 2 شايفينها الفرصة دي بيربنديكولار على انهي سايد؟ على الاي سي اهي. ايه ده؟ طب ما الثلاث اطوال دول معلومين، خلاص حطهم الاطوال بتاعتهم. خلاص بقت عندك كومبليت ريشيو اهي، هات التي 1 هات التي 2. طبعا نفس الايه اجابات اللي فاتت هي هي. شباب الفكره في ايه؟ الفكره ان حضرتك لو اكتشفت ان الانجل ايه ب 90، مش عايزه تشتغل بقى ولا لامي ولا ترانجل اوف فورسز، اشتغل بطريقتي انا. ايه طريقتي انا؟ بتقول لك ان ايه كل فورس اكتب تحتيها السايد البربنديكولار عليها. بص الفورس دي ال 100 دي بربنديكولار على البي سي. شايف الفورس اللي هي التي 1 ده بربنديكولار على اني سايد جوه الترانجل؟ على الاي بي. شايف الفورس اللي هي التي 2 دي بربنديكولار على اني سايد جوه الترانجل؟ على الاي سي. لو حضرتك كتبت الثلاثه دول صح خلاص خلصت المساله. يبقى انت شفت سؤال واحد انا حليته لك بثلاث حلول مختلفه. اظن بعد كده مالكش عندي حاجه. طيب نشوف صيغه كمان، بيقول لك A body is in equilibrium on a smooth inclined plane under the action of a force acting on the up the plane its magnitude equals half the weight of the body.
Find the angle of inclination of the plane to the horizontal and the reaction of the plane. طبعا ده صيغة سؤال بتاع الطالب شاطر. الموضوع بيتكلم على ايه بقى؟ ان في body is placed on a smooth inclined plane. ايه اللي smooth inclined plane؟ ادي الشكل اهو. ده اللي smooth inclined plane وده الهوريزونتال. البادي هنا محطوط فين بقى؟ الانجل اللي تحت دي بتيتا على اعتبار ان هو ما قالهاش في المساله، ده البادي محطوط على البلين. الويت بتاعه برضه ما قالش هو بكام، هنفرضه بدبليو. طيب اي بادي هيتحط على البلين اكيد هيتزحلق وينزل لتحت. طب احنا عندنا درسنا اسمه ايكوليبروم، طب عايز البادي ده ما يقعش هيعمل فيه ايه بقى؟ قال لك ايه؟ قال لك under the action of a force مالها؟ acting up the plane، يبقى الفورس دي بتشد على البلين لفوق كده. بص الدايركشن بتاعها ادي الفورس ايه؟ مالها بقى دي؟ قال لك اتس ماجنتيود هاف ذا ويت. طب الويت هنا بدبليو، طب الماجنتيود هنا تبقى بتاعت الفورس هاف الويت يبقى هاف دبليو. طب هنا تو فورسز بس، فين التالتة؟ دي المعلومه شباب اللي كل حصه بقولها لكم، ان اي بودي يتحط على بلين لازم يبقى فيه رياكشن، في كل الحالات الرياكشن ده بيبقى بيربنتكول على البلين. بص شكله. طيب خلاص كده رسمتي خلصت. قال لك فايند ايه بقى؟ ايوه قال لك فايند ذا انجل اوف انكلينيشن، عايز الثيتا، and the reaction of the plane عايز الثيتا وعايز الاور. طب يلا نحل بقى. طبعا واضح ان هنا مفيش سايدز خالص، يبقى لازم الشغل هيبقى باستخدام لاميز رول. طب لامي بتعمل ايه بقى؟ بص انا كملت الخط الوهمي بتاع الرياكشن، الانجل دي ثيتا، هيبقى الحته اللي فاضله دي بكام؟ ثيتا. لازم المعلومه دي تبقى عندك. اللي جنبها دي بكام؟ بص الانجل دي ب 90 ودي بثيتا، يبقى ده 90 ماينس ثيتا، ما دي كلها برضو ب 90. الجزء ده بثيتا يبقى اللي فاضل 90 ماينس ثيتا. طيب اللي طبعا احنا قلنا ان الرياكشن ده على طول بيربنتكولار، يبقى الانجل دي ب 90 واللي جنبها برضو ب 90. طب اللي في وشها دي هتبقى بكام؟ ها خدوا بالكم بقى، بص دول كلهم على بعض ب 180، سبتراكت بقى الاثنين دولت من 180 هيبقى الجزء اللي فاضل ده بكام؟ ها طبعا دي ال 90 صح كده. ما ده تكمله الخط الوهمي ده، واحنا قلنا اصلا الار دي بتبقى بيربنتكولار على البلين، يبقى الانجل دي ب 90. طيب خلاص يلا عينيكوا تشتغل بقى، شوف لي الويت كده قصاده انجل بكام، شوف لي الار قصاده انجل بكام، شوف لي الهاف دبليو قصاده انجل بكام. يلا بينا. ادي الويت اهي الانجل اوبزيت ب 90. طب مين الثانيه؟ بص على الار، بص على السهم بقى بيشاور على الرسمه ازاي. الار اهو، فين الانجل بتوين ذا اذر تو فورسز؟ تو فورسز بالاحمر هم، الانجلز اللي بينهم بكام بقى؟ ايوه ما تجمع الاثنين دول مع بعض اهي ساين 90 بلس ثيتا. طب قبل ما اكتب اللي جايه الهاف دبليو، فين الانجل؟ بص كده، بص الماوس بيشاور ازاي، جمع الاثنين دول مع بعض 90 بلس 90 ماينس ثيتا يبقوا كام دول؟ صح كده 180 ماينس ثيتا. طيب يلا نحل. طبعا ساين 90 ب 1، ال 90 ده شباب بتعمل ايه؟ هتحول الساين دي لكوزاين، في ناس فاكره وعارفه. طب ال 180 دي لا دي ما بتغيرش، تفضل ساين ثيتا زي ما هي. تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ تعال بقى من هنا خد الريشيو الاولى والثالثه واعمل سيزر، هنطلع منها ساين ثيتا. بص دبليو ساين ثيتا ايكوال هاف دبليو ديفايدد دبليو، بقى عندك ساين ثيتا بهاف، شيفت ساين هاف هتطلع الانجل بكام؟ ب 30. جبت الانجل ب 30 عوض بيها هنا وهات الاور، عوض بيها هنا زي ما انت عايز اي واحده. بص المنظر كده، هنا عملت سيزر اهو، يبقى الار ايكوال ايه؟ دبليو كوزاين ثيتا، كوزاين الثيتا يبقى كوزاين 30 على الكالكوليتر بروت 3 اوفر 2، يبقى الار ايكوال روت 3 اوفر 2 دبليو. طبعا اللي عارف يحط الانجلز على الرسم هو اللي عارف يحل، ومساله عايزه طالب واعي، طالب مش اي كلام، طالب شاطر. في حل تاني، بصوا الكلام كده ايه ده، انت هتعمل ايه بقى المره دي؟ هعمل ريزوليوشن للويت ده. في الدايركشن بتاع البلين كنا متفقين عليها بياخد دبليو ساين ثيتا، دي من الدرس الثاني في المنهج. تمام. وفي الدايركشن بتاع البربنتكولر بياخد دبليو كوزاين ثيتا. طيب خلاص كده بقى الدرس بتاعنا اسمه ايكليبروم، يبقى الفورس دي ايكوال الفورس دي والفورس اللي فوق دي ايكوال الفورس دي. ايه ده جميل الحل ده مستر. يبقى هنا ايه؟ دبليو ساين ثيتا ايكوال هاف دبليو ديفايدد دبليو بقت ساين ثيتا بهاف، طبعا شيفت ساين هاف ب 30. طب الار بكام؟ دبليو كوزاين ثيتا. طب الثيتا طلعتها ب 30، كوزاين 30 بروت 3 اوفر 2 تايمز دبليو يبقى روت 3 اوفر 2 دبليو. طيب ما جميل الحل ده، يبقى الفكره ان انا عملت ريزوليوشن للويت. تاني درس في المنهج كان ايه؟ كومبوننت اوف ا فورس انتو ريزوليوشن اوف ا فورس انتو تو بيربنتكولار كومبوننتس، يبقى الدبليو دي اتعمل لها ريزوليوشن في اتجاه البليم بتبقى دبليو ساين ثيتا، في الدايركشن بيربنتكولار على البليم بتبقى دبليو كوزاين ثيتا.
طب درس الاكوليبرم، يبقى الفورس اللي فوق ايكوال لتحت، الفورس اللي فوق ايكوال لتحت، يمين ايكوال الشمال، فوق ايكوال تحت. خلاص تو ايكويشنز هتخلص. اتمنى كده ان شاء الله يكون الموضوع وصل لنا بسهوله. الخواص بتاعت البروبرتيز بتاعت الاشكال اللي موجوده شباب لازم نعرف نتعامل معاها. شكرا لحسن المتابعه واشوفكم ان شاء الله.